السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله هنكمل الديزاين بتاع واتساب ده، تمام. وبعد كده بقى هنبقى نخش في مشاريع تقيله بعد كده. او انا ممكن مثلا اعمل بلاي ليست لليو اي، تمام، وبلاي ليست بقى للحاجات اللي هي المعقده، مثلا اللي هي بتبقى صعبه على بعض الناس، مثلا زي الاي بي ايز، وازاي تعمل موديل لما عشان تجيب داتا من الاي بي اي وتعمل لها موديل وهكذا. ممكن برضو نعمل بلاي ليست اللوكال داتابيز اللي هي اس كيو ال فلايت، وممكن نعمل بلاي ليست ان شاء الله الفاير بيز، بس ربنا المعين يعني ان شاء الله. نكمل بقى ايه في درس النهارده ده، تمام. اول حاجه الدرس اللي فات لما جينا استخدمنا السبيسر هنا، الخط لما جينا استخدمنا هنا سبيسر في الشات ليست، عملنا سبيسر، تمام. و السبيسر ده كان كل اللي هو بيعمله ايه عشان يسيب لي مسافة بين ال بص عشان يسيب لي مسافة بين الديفايدر اللي هو اللي هنا ده، الخط ده، والليست تايل. فكانت المشكلة اللي هو كان أول ليست تايل لما أجي أعمل سكرولينج كده كان بيظهر لي ساعات، يظهر اللي هو أول ديفايدر ده وساعات ما يظهرهوش وكده. فأنا استبدلت السبيسر بسايز بوكس، تمام. طبعا كلكم عارفين سايز بوكس، تمام. واديته الهايت، بص انا مجهزه يعني، ماشي، عشان برضو ايه، تعالى كده نعمل فيو راب وورد، ربطه بسايز ذا بوكس، ماشي. والهايت بتاع السايز ذا بوكس ده خليته الهايت في 1 من 100. الهايت ده اللي هو ايه، اللي هو اللي انا جايبه من هنا من ميديا كويري، ميديا كويري دوت اوف كونتكست دوت سايز دوت هايت، ده هي اللي هتجيب لي الارتفاع والعرض بتاع الهايت، هجيب لي الارتفاع بتاع الشاشه. لو غيرت الهايت دي خليتها ويدث، فهتجيب لك الويدث بتاع ايه الشاشه، تمام. فانا عشان يبقى التصميم بس ريسبونسيف، ماشي، فانا ضربت الهايت ده في 1 من 100، تمام، وعملت هوت ريستارت كده، في ايه الموضوع اشتغل معايا تمام، يعني ظهر اهو من غير اي مشاكل، تمام. انا عملت سيف ولا لا؟ تمام. كنترول اس، ماشي، أظهر من غير أي مشاكل وشغال تمام، ماشي. بالسايز دي بوكس اشتغل تمام، يعني بالسبيسر ما اشتغلش تمام، تمام. طيب هنعمل ايه النهارده بقى؟ عاوزين نعمل السكرين التانية دي اللي هي الشات سكرين، تمام. تعالى نقسمها الأول زي ما بنعمل كل مرة. أول حاجة عندك الدي سكرين، تمام. طالما سكرين يبقى دي كلها سكافولد، ماشي. وبعد ما نعمل السكافولد ديت، السكافولد دي جواها ايه؟ جواها طبعا الاب بار، الاب بار اهو، الاب بار جواه زي ما انت شايف الجزء بتاع الاكشنز، فيه 2 ايكونز او ايكون بوتون، تمام. وفي اللي هو الـ وفي الليدنج او في ارو هنا اللي هو الليدنج ده، تمام، بتاع الاب بار. وفي اللي هو التايتل، التايتل عبارة عن رو، تمام، والرو جواه ايمج بيرسون ايمج دي ويدجت، والويدجت الثانيه اللي جوه الرو كولوم، تمام. والكولوم ده فيه 2 ويدجت اللي هو النيم بتاع البيرسون، تمام، والشويه اللي تحت دول. احنا ممكن نخلي النيم بتاع البيرسون بس، تمام، لان احنا مش هنعمل جروب شات يعني، فهنخلي النيم والايمج، ماشي، واللي هو السهم اللي هنا ده، ماشي. هتيجي في البادي بقى هتلاقي الشات سكرين، ماشي. طبعا هنا ليست اوف شاتس، لو جيت تبص كده تلاقي دي ليست اوف شاتس. تعال نشوف كل شات مكونه ايه. هنعتبر ان ده كله كولوم، ماشي، ده في البادي. هنعتبر ان بص الشات ليست دي بتعمل سكرول لما انت بتيجي تقلب في الرسائل بتاعتك، بتعمل سكرول. فهنعمل مثلا نخلي دي مثلا ايه، ليست فيو دوت بيلدر، ماشي، ليست فيو دوت بيلدر، ماشي، الجزء ده، ماشي. و الليست فيو دوت بيلدر ديت هنعمل جواها ايه، هنعمل جواها الايه، الشات ليست، الشاتس دي، تمام، دي هتبقى الليست فيو دوت بيلدر. طيب لو جيت تلاحظ هنا، يعني يبقى الليست فيو دوت بيلدر هنعمل ايه، هنخليها هي اللي تهندل لنا الحته بتاعت الشات، ماشي، يعني هي اللي هتعمل لنا الرسائل عشان يبقى فيها سكرولنج. طيب ايه المشكله؟ المشكله اللي انت عندك تحت هنا اسمه ايه ده، تكست فيلد، تمام، او تكست فورم فيلد.
هو تكست فيلد تمام، وعندك ايقونه هنا وبتاع. طيب انا هحط ازاي اتنين ويدجتس فوق بعض، او اتنين ويدجتس في البادي؟ هنستخدم كولوم ماشي، والكولوم ده هيحوط ايه؟ الكولوم ده هيحوط الليست فيو دوت بيلدر تمام. والكولوم طبعا بيبقى ليه تشيلدرن، فالتشايلد الاول بتاعه هيبقى الليست فيو دوت بيلدر، والتشايلد الثاني هيبقى الايه؟ الجزء اللي هو اللي تحت ده تمام. طيب انا مش عارف هل اطول الفيديو ولا اخليه 5 دقايق وخمس دقايق كده. طب بص انا هجرب وانتوا قولوا لي في الكومنتات. انا هخلي الفيديو ده مثلا 5 دقايق،